يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فهل للحديث بقية؟ وما المقصود بذمة الله تعالى؟ هذا الحديث جاء بقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنه الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء في نار جهنم على وجهه في نار جهنم على وجهه في نار جهنم. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، والرسول عليه الصلاة والسلام قال فيه في رواية أخرى: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، فمن أخفر ذمة الله كبه الله في النار لوجهه. والذمة هي الأمان والعهد والضمان، والذي يصلي الصبح في جماعة هو في ضمان الله وفي وقايته. والحديث يبين فضل صلاة الصبح وبخاصة إذا كان في جماعة، والذي يحرص عليها يستيقظ مبكرا ليدركها قبل فوات وقتها بطلوع الشمس، والبكور فيه الخير والبركة، وهو فترة النشاط التي يجب أن تستغل استغلالا طيبا. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن يبارك الله لها في بكورها. فالذي يبكر ويصلي الصبح يكون في حماية الله وحراسته من السوء، جزاء محافظته على الصلاة التي يعارضها هوى النفس في الكسل والتباطؤ وعدم مغادرة الفراش. ومن جاهد نفسه أول النهار استطاع أن يجاهد ما يعترضه طول النهار من فتن ومغريات. والله سبحانه يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالله سبحانه يحذر أي إنسان أن ينال هذا الشخص بسوء، لأنه في حماية الله، ومن تعدى عليه طعن في حراسة الله له ولم يحترم حماه، والله يغضب لذلك غضبا شديدا. ومن غضب عليه أنزل به عقابه ولن يفلت منه، فهو يتعقبه كما يتعقب صاحب الدم من قتل قريبه ليثأر له، أو من أهان شرفه ليغسل العار عنه. وعقاب الله لمن يغفر ذمته بالتعدي على من صلى الصبح سيكون بإذلاله وإهانته وكبه على وجهه في النار. واحتراما لهذا الحديث وخوفا من التهاون فيما جاء به، ذكر التاريخ أن الحجاج بن يوسف الثقفي، وهو المعروف بشدة بطشه وجبروته، أمر سالم بن عبد الله بن عمر أن يقتل رجلا، فسأل سالم هذا الرجل وقال له: هل صليت الصبح؟ قال: نعم. فقال: انطلق فلن أمسك بسوء. فلما سأله الحجاج: لما لم تقتل؟ قال: لأنه صلى الصبح فكان في جوار الله، فكرهت أن أقتل رجلا أجاره الله. والحديث إذا كان يحثنا على المحافظة على الاستيقاظ المبكر لأداء صلاة الصبح في وقتها، فهو يحثنا أيضا على أداء كل الصلوات في أوقاتها، ويحثنا على احترام من يحافظون على الصلوات، فأولئك هم المؤمنون. والله يقول: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. والله أعلم.